بقول انا دي اللي اختار. ما ادري ليش اختار. انت اللي سردينا بالبركوكس. ما ادري ليش سردينا بالبركوكس. راني باغي نرقد. يا بنت نرقد عفوا يا ما قالوا بنعنع. لا نعنع بغيت ترديني باغي نرقد. ويا اللي بغي قلت لك الفطور ندير لك ما قالوا بنعنع ندير لك ملوخيه بالبربوش. بربوش 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 يا فين مخ بربوش. انا قلت لما كمي رانا كيما هكا ورانا الحمد لله رانا غايه بونا الو ساع كاين تما. انا قلت خممت نجيبو مراه ترفدنا كاع الطيب تغسل له كلشي تما. لا حيا في الدين بويا ما تزعفش ولا حاجه. انا خممت قلت نتزوج. كنت عرفت هذا ولدي راك باغي تتزوج. طب شي يقول جدك يا ولدي؟ لا يقولي لا شفت الراجل العواج راه باغي يزواج. والله باغي يتزوج ولدي. يا وحدة الاناني يا وحدة الاناني بغيت تتزوج انت اللي صغر مختك. احنا في العائلة نتاعنا الكبير هو اللي يتزوج والكبير هي اللي تتزوج. كيف تزوج اختي قبلي انايا؟ اختي عندها الخردة في راسها مشحوطة هذه. خردة ولا خورتي في العائلة نتاعنا الكبير هو اللي يتزوج ولا الكبيرة هي اللي تتزوج؟ نقري فيها واحد؟ يا ولدي عندك صحابة بزاف كل يوم تجيب واحد وتروح بالاخر. ابويا هذا راجل ماشي صباط انايا. ما راجل ولا ماشي راجل. زوج اختك تتزوج. كيف نزوج اختي نتزوج هذاك؟ الشرط هذا كونترا؟ هاني قلت لك الكلمة الأولى والثانية باغي تتزوج؟ جيب راجل تزوج اختك وعندك صحابك بزاف عليك. عندك صحابك بزاف دبرها على رجل راك تتزوج. صح ابويا نتزوج ومن بعد ندبر لها واحد. راني ندبرها في واحد. عندك صحابك بزاف راهم كاينين جاب لها واحد من صحابك اللي يبغيك. غادي نقول لك حاجه ابويا انت توجور توجور ديرنا في العراقيل. راني نتزوج وعلاش انا يا مالك نخرجي يا كي تقول لك نشان يخطب انت العروسه وحتى لا ما زلها ما زلت بديها. ها 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 عنديش كاع الكلب اللي ياكل الحوت راني هنا. كاينش كاينش عندكم من الرزق عندكم كلشي شخصك اصاحبي. هادي الدراهم كاينين بصح هنا المورال ما تيباس. ما فهمتش كيفاش. دوك شي بانيش بتلاه منا على العرس منا الزواج منا ولا يطير وكلشي. بصح بوك يحوسي زوجك تما صافي بليزير ماشي كيما القرنيط تاع بويا بحالك. تراني كاع كلاهم لي مو قلت زوجني قال لي ما عنديش دراهم بغي نجيب العمره بهم. باغي يخليني 44 عام نبقى كيما هكا. دوك كل بلانشا.
لا زواج لا والو. بصح عندها الصح نورمال هكا يا شارشي شارشي ولا تلقى كاش وحده ناس ملها. انا كون لقيت مرة على عطاي تاع غير واحد دخل في السيك ماذا بيا صاحبي. حاول الله تبقى نضر نخسر الدراهم انا قليل ما عنديش مين نجيب الذهب والطباق والخبولات اخبار. شفت صاحبي وخويا وكلش غادي ندير لك حاجه اللي ما يديروهاش كاع الناس. انا عندي الشيرة اختي الناس ملاح شبوب زعما ما شاء الله ماما القرايا النيفو هي ما تخرجش من الدار بصح قاريه بالمراسله غير بالبراوات عندها فوق لا ليسونس زايده 2 ولا 3 رودي الطيار عندك تسيرفي وهي طيب راني نقول لك حاجه تاع بصح شو نعول وارواح خويا مرحبا بك نمشي انا نبغي نجي نخطبها نبغي كلام صاحبك حنا ما عندنا الدراهم انتوما بدراهمكم ها الاولى غادي فوق يضمون ندير رانا الشرط انا منين نجيب الدراهم الذهب والطباق والصوالح حنا الدراهم عندنا ما خصناش دراهم حنا خصنا رجال كيما كيف الشرط مرحبا بك خويا حنا نجيب غير الحاجه اللي تقد عليها وارواح خويا جيب بوك وارواح ان شاء الله بربي شوف غادي نطلع لكم للدار غادي بويا اليوم غادي نتفاهم انا وياه باش نهار ان شاء الله الحد نجي نخطب ان شاء الله أيوة. لما جينا الحد نجي الخميس شوف الحد الصباح تلقاني عند الدار نقارع لكم وارواح وعول وما كاش مشكل بالبركه عليك هيا صايي دور دور شي اسمع دور لا نروح انا هيا صاحبي والله العظيم الا غايب هذه نورمالمون خدمتها صح راهي خدم ما عليش بصح الخميس والجمعه ما يدير والو كون كاع نقالي هذا لا هاد الورق ها هادو هادو الكل نلقاهم لي يا شوف ها وقلاك الحر وكل حر وش حسقتها تتزوج وكملت 42 عام قاعد بلا زواج دراهمي كل بولبو كليتهم يا ها وقلاك قلاك في كربوس بصح انا برا الصم اليوم نهضر معاه اليوم نتزوج صيني ضبط المراه دروك ما عندك ما تلعبها لي غادي نهضر معاه بصح على بالي غادي يلعبها لي يقول لي من باع هاد الصوالح نروح الرياح بقى نجي نتفاهم انا وياه اروحنا اروحنا اروح اروح اروحنا السلام عليكم بوك سلام مالك تهضر وحدك خبرت مالك تنقش شا كاين معيت المعنيلك وما بغيتش تفهم بويا راني كاره ياك تفهم روحك شا غادي نقول لك كالي شارب راقد وداركم كاره يا بويا حاجة غير ماكلة وشرب حاجة خاصني حاجة كخيب الماكلة وشرب دي قوتي دا بويا انا او شخصك كيف شخصني بويا كيما نقولوا انا انت وما ايا ايا انا يا ايوة انا انت وما انا سما ما فهمتش شوف فهمني غاية فهمني شوف بس غير جا عندي ايا ايا دي لي قلنا ايا ايا روح عن جدي ايوة ديلي قلنا او جدي جدي نونو جدي جدي انا جدي صح حاضر وقت ثم اللحية لابو اللحية ديركت ها ثم راك باغي الزواج ايه ابويا راه عندي 42 عام في عمري ابويا الا 6 سنين وما تزوج راني ولي بيمي ابويا حتى واحدة ما تقبلني علاه الزواج شرط احنا نقولوا واحد صغير معليش 50 60 طون دعوة راهي غالية هذاك الزواج راه غالي واه غالي وانا كاع حياتي نخدم عطيتك دراهمي 17 مليون يعطيها لك تعرف شهوان دراهمك واه دراهمي ها كبرنا باطن وكلنا باطن الحماوي والرعادة والحليب ومنا يا بوطا يا بوطا نوت يا حق نوت 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 دراهمه يا الراجل كبر وراه يخدم دراهمه انا كلي تعشكي كسر انت يا ولدك انا حطيتك حطيتك شري عليا انا ما شريت عليك بويا شريت عليك شريتك الزواج بغيت تضرب عليا بويا ما كيفاش شري عليا لا لا في غرضك هو هاكا هاو هادي راه في غرضك بويا والله هاو في غرضي دروك يا تيتني زوج فرونكا زوج فرونكا راك تحاسبني بيهم هاو ها راه وين ولد العكرمي ولا بنت العكرمي يا ولا رسلها رسل البوه ولا الخوم يسعى المبلقه قزه قد معاك وانت يا جو قد راك قاعد تحاسب لي على زوج فرونكا بصح اخر شي بوه بوه قابز معنا بويا قابز هذا ماشي قابز انايا اخر شي بوه قابز ياك ودابور مشي قلت لي بلي الدراهم روح جيب بيهم عمره ابويا هو انت تجيب العمره وانا نقعد بلا مره عادي 42 عام ابويا ما قديش انا راني نطلع بعد التاليه ابويا
صعيب بويا غير بشوية بويا غير متنرفة مواهي شو بويا رياح وضروك غادي نتفهم رياح لو قلت فهم وريح بويا رياح لو قلت فهم غير بشوية هاي حاضر بيها هاي حز غرفية طال حريرة دي أخوة هاي شوف زويا غير تبعني وفهمت المرارة اللي لاقيها وباطل لا طيب هذا مكان وي هاك لاقيها يوسف تما انا ما نشوفهاش انا تما يعني انت غير رايك ديرها وتزوج انت وياه وانا جاني ندير هادي بويا مشي تزوج انا وياها العمره ما شفتهاش بعينيا بصح صاحبي عبد القادر داك ناس ملاح تما راه يعطيني اختها هو ناس ملاح تما اختها مره مليحه راه باينه هادي بويا ايه هذاك اللي راه يجي هنا يلغالك وهذاك الصغير صاحبي ايه وتفهمنا على كل شيء عاونو بخير عليهم وكل شيء قال لي نعاونك اخي على بالك اللي انا قليل وما عنديش قال لي نعاونك ايه لكم هضرت ليا هاكم قلت لي بالاولى هاكا وخليتني نهضر تما الدار انا دخل فيا مقاسم نضرب بويا خليتني نهضر بويا شوف راك متفاهم مع اخوها كل شيء هيا وين تروحوا تما غدوه ان شاء الله نغدو عفاهم باش ما نغدوش عكا ثاني خاويه غدوه بخلطيه بصرعيه يا حاجي انا هذا او نقطع دمهم ابويا قلت لك رانا متفاهمين تما غدوه باش ما نغدوش طول الغد نشرو قعصه باتيسري وندخلوا تما نكملوا كل شيء عليك بالخف بويا هاد الصوالح وصار يعطونا الشيره ودي قلت لك لا سونفور راني دايها تما غير ما بغيتش نروح وحدي خديك انت بويا رانا رايحين واش رانا رايحين ها نروحوا نقبضوا طرولي ولا نقربوا كاسان ولا كي بويا بطرولي بويا ماشي تخطب نقبضوا طرولي حلقنا لوطو باش يبدا من السبله نبانوا بلي حاجه بصح وين راهي لوطو هذا جارنا داك اللي راه خلي مول الحانوت ماشي شحال خطا يسلفها لك يكون انا مرضو حرام قول له بابا يخطب ولدي كل شيء بويا قال ما ديليش الهم قدام الغاشي هيا صح يروح انا غادي نقول له على الله شوي بكرة أنا أقول لها ودي تكلم روح شوف احنا جيناك غير في الخير ان شاء الله والله احنا جوارين وعلى بالك والله لا حشمتكم شي مشكل عندي الولد اللي باغي زعما راح نخطب له ان شاء الله كل بركه الله يسلمك هيا قلت زعما اذا تنجم انت يا زعما توصلنا ولا تعطيني اللوطو تعطيني اللوطو غير واحد الساعه برك هذا ما كان كاش مشكل هاك شنو قلت الحاج هاك وسط احمد لا بركه وربي وصل على امين ربي وصل على الجار و صحيح الله يسهل انت مغرود ها ان شاء الله ان شاء الله جي معك شيره ان شاء الله هو الله يسهل احمد ها صحيح طلع واحد انا هنا عطاك هنا ما نروح ما نروح روح روح اخطب روح ما قدرت اخويا السيد عاطيني مفتاح لي وانت يا بيتي بركب بركب بد ابو الفيتاس دي لحق دوزيام وين دير فيتاس ما دير فيتاس راك العام ما خليتني نسوق او خير انت يا هاك هاك يا باسيرو باسيرو
طيروا 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 روح ادمر دقنو عري سيد مر هذه عمر باش تعري سيد مر انا روح روح هذا ما تبغي لك هيا ادمر ادمر ارجع ارجع هيا ادمر 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 اي هذا قاعد شي عرس هذا قوي اي ظهري قوامي قوامي عاونوني 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 برد 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 ادمر عرسي عرسي اليوم هاب يا بلدي رايح ادمر انا اول اول وابوي ادخل وابوي السلام عليكم ها ابوي ترى وين شفتو شفت الله بالغور والفاكهه وبوزي صافي دينا عرفت 20 حبه رجع بالخبر 20 حبه اللي غلطك تنشوف انا يا عيال شوفوا يا ربي انا ماشي نخدم ونديروا قالوا على بالي قالوا بصح شحال الحبه اخويا؟ غايه والله لا منيحه طوامين لا حبه مزيان غايه لا منيح شوف يا زوالي ودي شوف يا الحقيقه راهم ثلاثه من دوت الحبات واحده من تاع الشيكولا واحده تاع الفاكاتير كونفيتير وهذه ثلاثه مرات ابويا كبار باش نخدموا دوك الحبات صافي كيخدموا شهدوا الناس كلشي بالبركه هاي سلمك هاي فضل بويا راه قارع صحيح بسم الله يا رب تفضل مننا مرحبا مرحبا الحاج حاتم مرحبا تفضل وسط هاي وز هذا شوف سبحان الله يا الدنجال وعمري ما شفت دنجال في السماء على بويا بان راه دنجال في السماء بويا دير واحد الحاجه واحد شفنا بويا صحيح صحيح وكلشي فيه مرحبا مرحبا زرقنا بركه تفضلوا تفضلوا حاج حاتم راه كاين نفس على بالك كعبو في تاع قاطي شي شويه بشويه الناس تسمع
هذه راه الناس من بعثوني 200 مليون صاحبي الزعق هذه وما كيفاه راه دير هذه في جيبي هنا وتا بويا نسكنك معايا هنا غادي نقاسمو هنا بالزعق هذه وما كيفاه هيا ندخل ويا خلي نقودك يدخل في الباب ولا حاجه هي هكا ودني انا يعجبني راه نعمه ولا كيفاش راح منا بويا منا او من نهار منا كنسطح منا اهلا الحاجد يا فراسي يا فراسي مرحبا 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 اهلا 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 السلام عليكم اهلا اهلا كنا خدامين بويا بويا لاباس اهلا سي حازم ديما محزم الحمد لله كما بخير الحمد لله واش بغيتكم الحمد لله هاي ومرحبا بكم عندنا ان شاء الله يسلمك شوفت الحاجه على كل حال راكم غايه الحمد لله الحمد لله لا باس هاي شوف احنا جينا غير بخير جينا يعني زعما بنتكم الى ربي كتب راه ان شاء الله كيما بنتنا ما خصها حتى خير راه على بالي على حجيته راه على بالي واللي ينسب له بده يكسب هاي يعرف شوف الحاج يعني زعما هي ندخلوا ديريكت هما ونديروا هما شروط شروط غير ما تردوهاش اسكت ولدي انا اللي نهضر معاهم انت راك عاد شاب صغير ما تعرفش صح دبر راسك حنايا الدراهم ما يهموناش الدراهم يفنوا الدراهم فاني وصلنا رجال الزينين نتاعكم ما يحبك ولكن لا بد هذوك الشروط 5 ملايين 6 ملايين ولا ما فيها باس ديريكتور زياده للمراه واللي يشير ما بالحاج حازم ما نفوبيه معليش بكره تاخذ تصينا كذا صح 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 انا ندمروها بويا صاحبي يشدوها ندمروها صاحبك صغر سميك باش يرخفوا سني على بالك لا ولا هو هذا مسكين وراه غير كيبدا يخدم لا ما كاش مشكل هي ما يردهاش الله يحفظك ايوا واه كنت تسافر وضوء ديرها تدخل في الشروط انت ما راح مقادر يعني كل شيء دير بطاري فيه هذا تدخل لك الشروط ديرك قول لي يعني شروط دراهم كيما تنجموا دراهم غير كيما تنجموا احنا ما نجموش الحق ونجيب الحق ها ولا ياك دار العجازه ها الحاجه شويه قدام الناس بنتها انت مسموع قاعد يخطبوا فيها فهمي yeah. رطب رطب ويا لا باغي ندوها رطب ولا يدخل في الحديد وفي الصوالح شنو ايوا هي يدخل في كما قالوا لي قولها قولها ها صحه هب ما نطربوش بزاف خاتم واعطونا مسبعات واعطونا مسايس واعطونا منقوش ولا كانت محسوبه ولابس على كل حال سما دير ذهب سما يدخل دارهم على ما عادش غادي يروح برا سما حطيتو ذهب هذا راه تما كنز راه هي واش قلتو شوف شوف هذه العجيه الحقيقه احنا ما نجموش لهاد الشروط كاع اللي قلتها خويا لا اله الا الله محمد رسول الله احنا مساكين وقلالين يعني زعما اذا خطبوك من فرنسا وايطاليان وامريكا نمدها يشاوروا لا 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 الذهب ماشي نتوما ديروه يا احنا من عندنا الذهب هيا وزيد وربع ملايين احنا من عندنا تما نتوما غادي تدو غير العروسه احنا لا طايبو يا سواء عندنا شرط واحد ابويا طلق روحك طلق روحك عندنا شرط واحد احنا عندنا عاده في العائله الزواج بالكتب عند النوتير عند الموثق وين نجيبو النوتير راه واجده كونترا هذه الوضوء هذه النوتير على الشيط على الحاج كبير يا اخويا هذا هو الشرط نتاعنا سني الحاج سني سني سونتر على سني انا شي طاح سني بويا سني هذه شوف هذه بويا طلع النوض طلع الشيء راه مكتوب هنا ها سني بويا سني سني بويا طلع لك السنه الاولى كنت ما تسنيش هو سني ولا سني مول باتيسري سني سني ماشي انا اللي غادي نتزوج سني 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 ابويا مالك شغلك
أبوي دخل هذه المونات هكذا أبقى شبور مرة سيدي شبور تيدي يا أخي بغردك هكذا روك سنيني سيد الحاج نعم عندك دائما وخيرك موجود لو كان نشوفوا الشيرة هذا نشوفوها أنا قانو نشوفوها تصويرة واه تصويرة تاع الشيرة واه تصويرة لا مشي تصويرة ها شيرة ما تغال والآن مع الفنانة القديرة مختار ماكي ماكي بديت تنوحي مش يقرأت لك يدك ذاك النهار قلت لك ما تكش عليا كي نبدا نغني أيا دوري عليا في ماكي شكون راه يضحك شكون راه يضحك سير كي تحكي يا سير مش قلت لك ذاك النهار ما تحكيش عليا اللي قرأت لك شعر دخلت الحب ها أيا دخلي السينيو نايا أيا لا عليا حبال سينيو غدا نشوف لهم العروسة شوفوها هو بابلوبا هو بابلو عندي كلمة مقلوبة هو بابلوبا هو بابلو عندي كلمة مقلوبة هو بابلوبا هو بابلوبا هو الناس راهم هنا شكون الناس الخطابة جاو يخطبوك بالصح أيا غني لي هو بابلوبا هو بابلو عندي كلمة مقلوبة عندي كلمة مقلوبة غادي يدوك عروسه في الرماطه هما يبغوا وحده عاقله دروك تاكل اختي الدواء تاعها لا ما ناكلش الدواء لا ما ناكلش الدواء انا اللي غادي نقول لهم اش باغيه تزوج نطردها لعليك لا لا ما طردهاش لا عمبوك تعرفي لي حبه حلو لا تاكلي ولا لا تتزوجي ولا لا نتزوج هيا كولي الدواء شريك كل عايشين غير في الغنم والبقري ها اليوم كل شيء تبدل لا موضه الحاج لا موضه يعني ولدك شويه طاع علينا هو عندنا الوقت على بالك عندنا طريق واه هما دير بيك كنت تروح تشوفه والله يتبارك الله يا عبد القادر والله يا سلمى بارك الله والله والله ما عندنا ما نقولوا فيها ايوه هذه تستاهل تعرف من شيل الملايين هاي واش والله العظيم من شيل الملايين هاي سبحان الله العلي العظيم ها 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 هذا هذا هو العلي هذا شيخك كل شيء هذا شوف هذا هذا ويا العلي انا كنت هو انا متخالين كيف هو متعرف عليه لو ما كيف هذا سيرو ماغي اودي ها هو راشلك هذا راشلك ماغي هذا هو هذا راشلك اللي نهضر معاك ها هذا راشلي وكيف هو هذا هو هاي ما كيف زين وش باه كيف انت شابة شاليت كيف كيف هاي وابابلو عندي كلبة مكلوبة وابابلو هاي 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 ها هيا الحمد لله راكم شفتوها وشفتكم وردتكم نهار الخميس العرس 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 مرض مطر بيا صبابي يا بويا مرض مطر شو بك يا بابلوبا اشكو تحبيها
Thank you.
جايبني هنا واش جايبني؟ ابن عمي شات نقرش تايا اسكت عليا ما ابن عمي اسكت حاب قلت لك ديني الصاله باغي ندير عرسي في صاله ماشي في فيلم اسمع اسمع ها شوف اسمع اسكت اسكت تبع بوك انا ندبر راسي انا ندبر راسي انا راني باغي نزوجك ياك او تزوجني تجيبني باش نشري الدجاج ولا باغي نتزوج انايا اسكت عليا خليني الغلسي لك العيميها انا عيميها اي اخلط اشرح وين راه هذا ورا شي حاله بويا هذيك شي حاله وانت من راجل ما تهدرش اسكت برك مرحبا كيفك داير لاباس كيفك داير لاباس انت بخير الحمد لله الحمد لله مرحبا كيفك يا نعيمي مرحبا خلاص شر كاع ما تبدلش والله العظيم ما تبدلش ما زلت صغير ما زلت صغير لا الصغرى صغرني فيها انا الولد هذا الولد مرحبا الله يطول عمرك ايوا قلت انا هذا بالك بالك هذا السوق بالك الله اعلم هذا السوق غادي لنا بالبركة يعني. الله يسلمك بالبركة هاك معروض ها عايزة كلامك روح قول لي يا في نعيمي ما القايس ودي روح بعد غادي كنا كنك نعيمي نعم هيا هاودي قلت انا يا الولد هايوا قلت انا يا راه عندي واحد الفرح يعني باغي نزوجها الله اعلم هاد السيمانة الله اعلم راه عندي الفرح بالبركة الله يسلمك هاك معروض بالبركة ها آه هي سي نعيمي والله لو كان دير فيا هاد الخصلة ما ننساش المحبة والشغل إذا نقدر عليها والله ما نعايدك الله يسلمك والله يحفظك والله الله يطول عمرك شوف أنا بالعربية على بالك أنا ولاد اليوم هادو يبغوا الصالة والصالة هادي غالية عليا عاوني فيها هادك لي جي ملياغ ولا من شعرب ها هادي كل الصالة تعالت على العراس أيوة صح أنا قلت مين تحبيبي وصديقي ياك قلت انا يا كيش ما تعطيني بيت ولا زوج ولا ربما حيالي اللي تقدر عليها باش ينفوت ديك الليلة تاع العرس وربي برحمه حازم خويا نعم مازين مو خوتي وتفاهموا يا حوجي وعلى هنا انا عندي لانقار فيه نعيجات فيه جيجات نعم فيه بقيرات صح كبير ايه نوخرهم نديرهم على جهة ونخلي لك على جهة ما تنجمش قاعد تخرجهم لا برا لا لا ما عندي وين نديرهم خاطر هذوك راس مالي وانت غادي تحن فيا غير حق ما نوكلهم هذوك الدجيجات والنعيجات وكل شيء لانقار الله عليك شوف كل شيء انا نعاودك بالخدامه تاعي الله يحفظك اسي نعيم بصح ودي دروك قلت انا زعما حنا نقولوا غير ربما بالك خلصك ما خلصك اعطيني غير باش نوكل ذوك العيجات وذوك الجيجات هذا مكان صح شوف سي نعيم انا نعطيك مكتوب لي كتبه ربي نعطيك 500 بالبركه الله يسلمك غير باش نعرف الدجاج وبالصغرية الله يحفظك ومرحبا بك الله يسلمك وراك معروض فهمتني راك معروض والله العظيم وذا عزود لي الله يسلمك سبحان الله هاي صحيح شوف غادي نقول لك حاجه نجي لك حاجه انا خلعك بها الكاليش انت على عروسه ولا عريس عليا ها هي ها يا ها وش قلت لك يا صاحبي يا لا ما تزوج بويا جاب صحابي ضربين طراخيه الدجاج في جهه وما في جهه والله ما نتزوج انا اني لي واحد نقول شوف ما تتنرف ما والو ما على بالكش انت والو بلي سنيت سنيت بويا الدجاج نزل بالشده تبوا مع الدجاج قالك الدجاج والنعاش على حنا تما رانا الدجاج بويا يا ودي غير هو قال دوك من بعد تسقم الحياه انت خاطيك اسكت ما وجاب الهندي غادي يغني مع الدجاج طلع الشيطان بويا شوف الله يرحم الوالد شوف قرقشني ديجا بدي تقرقش فيا ودبر دوك نروح ونخليك صاي صاي بويا هيا هيا اروح تشوف هاي تزوج الدجاج بويا على الشيطان والله ما كان يجني ولو من بعد نسقموا الحيه وصاي يجي نروح السنة عندك حميدة هذاك صاحب البرناوي هذاك وي ماله لا بالعربية راه عندي الصرح نتاعي ياه وانا شوية قال لي بلي ناس ملعوا يساعد القلالي زعما كلا تغني لي في عرسي وفي 6:30 تاع الصباح صاحبي عيان خرج بالخدمة بدقدق قال شوية عيط لي من بعد عندك عندي التليفون تاعي ما عنديش وانا عطيني كلشي زعما كلا قلت جيت تفرحني والله لا خير زعما وين تعس وين؟ واحد البلاصة صالة جديدة حلت في فيرمو صالة جديدة حلت في فيرمو اه والله مليحة مين ضحكني فات بروبليم شوية لا عيط له صاحبي يا صاحبي بارك الله فيك تربح. والله لا قالوا هاري الله يحفظك صاحبي والله لا غاية مرة باطل عرس باطل والمغني باطل هذه دعوة الخير Thank you.
خلط له شويه خلط له هذه تاخذ فيك بزاف فنجي صحاب عمي ما بيت الغالية يا ابن عمي اكثر يا
عندي غير نقوم من زهاج غير نقوم تاني صافي. عمي كي راك زايد فرحان. غايه بنتي غايه. سكيناتي سكتي غايه. ابويا جايبني في رونجا يا تبان تقول لي كبر يا تعزام شنو تقول يا هذه الحاله. ربي انت يا سويت هذا لانكار. شوف صحابي شوف صحابي سيب على ما تعلموا هذا. عمي راك غايه عمي. كيفاش يعني نفسك تعني علاه ما انا اصحابك راهم غايه. روح هنا. هذا والله العظيم من عمري ما كيف تفار في خدك انا اتمهم لك سومة ايه انا سمعت 20 مرة زيادة السومة اللي مديد هاي ايه هل صح سيدي هل زينا الاحدار استنى الاحدار هذا السارة بتاعي انا غادي نقول لك هذا غادي نبلع غادي نبلع حكي حملت الحالة سين عيني انا الفكري تاعي مبارف يا دحرك انا قبل ما يجي مال ما حد حرك ولمتهم ودي نحضر فيهم يا ابيض ايوا سي الحاج راك يا سي الحاج كيما هكا حب الله يلعن هم صحاب ولدي حب الله يحشمني دبر راسك دبر راسك دبر راسك ما كان فعلوا انا ما كان فعلوا جبتك ربي ما جبتك ربي هلو والو ضربيها راهي خايه راهي كاش خينا تبركهاش نتايا يا خلا ضرب مكراني خايف تفطن وغادي تشهد لا وحسن هاودي اسمع بويا شوف غير ما تبقاش ترجف تبدل في وجهك نرجع فلان نرجع فيك شويه خلاص هاودي شوف انت قعد هنا وانا غادي نغطي كامل الحنايا هاي روح 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 عندي كلبة مكلوبة سكتي يا بابلوبا سكتي يا بابلوبا شكون شكون انا انا امك شكون انا سكت عليا ويا ارواح ارواح او بابلوبا جيت لي البيت ماشي مرانا هذه هادي واش من البيت هادي راهي مالاد سنتيمونطال هادي مالاد مونطاج في سنتيمونطال بويا يا هذا وين فوق بيها انت قبيله تهضر في كاشياش وانتوما حبلتوها انت حبلتوها انت يا تختي اختي بعقلها اختي اي هذا عاي ما باين تدو لنا هنايا ديجا من المحرة داير فيها حالة وتدو لي كلبة مكلوبة انت تنيت انت تنيت
انت تني تستاهل. هو الطابلو هو الطابلو عندي كلبه مكلوبه هو الطابلو بلو 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 عندي كلبه مكلوبه هو الطابلو. شفتي شفتي خليها تغني. تشكون خليها تغني. ممكن انا راجلك راجلي يا راجلي فبي يا شابة عنديها صوتي شي مره مريضه مره مطاط هو الطابلو عندي كلبه مكلوبه هو الطابلو هذه مريضه هذا الهرج. بنتي بنتي تتبرز والراجل يتبرز. مالي انا طاقه لا مختار العله خرجت لي من الدار. ايه الله يرحم اللي قال يرحم خلطين ناسنا لذيذ والحباب الحباب الطيبين ترقوا في الحنطل. الناس التايقين يضحوا مكروهين الفاجرين حضرتهم سل يحبوا المكروه والحرام يشروه والصابي منبوت يسب وينعل. البنات العزيزات يضحوا مكسوفات الرايح قال من اللي مات والباقي يهمل. نساء عشرة يبقوا في حيرة يقصوا سرزاء ويقولوا درجة. يهموا البنات يضحوا مكشوفات. آه يا ما تبقى شابات والباقي يحمل. البنات الزينين راهم قراصنين عند الدميين بالجيفة تحمل. دخلوا للكنيسات وتبروا من الآيات. آه يا وشمتهم الشمات إبليس المحل. يقروا القرآن ويعبدوا لوثان. آه يا مسلم غير باللسان والضمير كحل. واه مرش ايه بصح انا درك مانيش نعرف معايا الدهب وشوف التضامن قاول يا خزانة تترو عن ودي ودي الهوالي. لا والله في دخل انا عمي شوف انا عمي شوف شوف شوف
شوف انا والامك والله العظيم انا خاطيني. شوف لا لا شوف يا اخي ما لا والله لا